السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية متابعي الكرام. جمعة مباركة نعطرها بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله الثلوج تغطي المكان، آية ساوت الرجل الثلج. بسبب تراكم الثلوج ما في دوام على المكتب. آية نايمة فقررت أجهز لها اللانش بوكس من المكونات المتوفرة عندي بالبيت، ومثل ما تلاحظون عندي أوراق الخس وسندويش من الشاورما وقطع من البيتزا وكيك مغطس بالشوكولا وقطعة من الشوكولا وحب اللولو. أما الفواكه فحسب المتوفر. المتوفر عندي الكيوي، رتبتوها بهذا الشكل، لانش بوكس بسيط حسب المتوفر عندكم. وصحة وعافية ونشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.